كوكو كريغليتي، كوكو سكا الحديره الكبرى، يلا ورقه وستيلو، ما تنساوش الخشيبات. يبدو ان تصدير الوهم صناعه مغربيه بامتياز، كيف لا ونحن نشاهد في اليومين الماضيين اختلاق الاعلام المغربي باكاذيب واهيه مباشره بعد اطلاق شركه اديداس لقميص المنتخب الوطني الجديد المستوحى من فن التطريز الجزائري الاصيل المعروف بالفتله او المجبود، والذي يزين الالبسه التقليديه الجزائريه على غرار الكرك الاصيل. قناة الشرق الشاشائرية قال لك المروك والإعلام المروكي يهاجم قميص المنتخب الشاشائري الجديد. والله إلا أنا ما كنتش كاع سايقة الخبر أنك المنتخب الشاشائري الجديد دار شي قميص. نشوفوا هذا القميص هذا، ياك ما سرقوا لنا ثاني شي حاجة أخرى. الزليجية كفاريناها مع أديداس وقال لك ما غيوليوش يخرجوا نسخة أخرى وفينيتو لا موسيكا. دابا دارو نشوفو. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ والو. زومي و شنو هذا؟ لقميص المنتخب الوطني الجديد المستوحى من فن التطريز الجزائري الاصيل المعروف بالفتله او المجبود، والذي مستوحى من المجبود الكاراكو، خروج الزليج ودخول المجبود. وفين هو المجبود؟ شوفوا وانا نقول انتما قولوا الله اعلم. انا بالي يا اما قبطه ديال القزبر ومعدنوس مشتته، قبطه ديال الكرافس، هاولا الكتاميه. ناري لكانو خنشلو الكتاميه. ما نزليش توزو الكتاميه، عندكم فلوسة علاش دايرين الكتاميه ديالنا تماك؟ وفي الوسط هذيك اللوايه ديالها اش ديال الياسمين؟ ها اللوايه الحريقه هي غدي ود زعما بقوله. وانا كري غلاتي شنو غدخلوا للتيران طرعاو؟ ما فهمتش. هي زيد كمل. باقي قميص الخضر شرع في اختلاق اكاذيب جديده كالعاده، فحواها ان شركه اديداس العالميه سحبت قميص الزليج المستوحى من زخارف قصر المشور بتلمسان بعد احتجاجات المغرب، مهمين شعبهم ان اديداس اعتذرت وسحبت القميص و... قصر ماذا؟ من زخارف قصر المشور بتلمسان. مشوار قصر المشور، شتي الحاجه مني ما كتكونش ديالك وكتبغي تلصق فيها. دايرين الكتاميه. صافي سالينا معكم من الزليج، مشيتو لنا الكتاميه، راسها الكتاميه مقننه. المهم سؤال الحلقه، واش هذا كرافس؟ واش كتاميه؟ واش حريقه؟ خليو لينا في التعاليق يا خو بارك. زيدو حنا مابقيناش اصلا مسوقين داك التوني ديال الزليج حيت ولا مرتبط بالخنشاله. عقلتو على ديك ايامات يا نايل وهز الميكروووند بسميه نايل وهز التليفونات بسميه نايل. لا لا حنا كنشوفو كنضربو الدوره، فهمتي؟ كنقلبو كنديرو راسنا ساهيين. حنا مشغولين مع واحد التوني اخر كيقولو له التوني ديال التحميس. اي حنا فهمتي هاد الايامات بارطين مع التوني ديال التحميس اللي عطاكم استفزوك، ومن بعد دابا 40,000 دولار اللي حكمت بها الكاف على اتحاد العاصمه. تخسروا على روتور، تديوه ذهبا وايابا، ومن بعد تديو احسن كوزيمار 40,000 كوزيمار تديوهم من عند الاتحاد الافريقي. خيبه التعويضه. لكن بلاتي هذاك الدوني هذا ديالهم زعما ما كاينش شي حاجه تراثيه، شي حاجه يقدروا يبهرونا بها يديروها زعما تماك في داك التوني من غير هاد البقوله والربيع الفصه. هذه المقاطع تظهر هذه الكائنات لم يألف السكان رؤيتها. يزعم بعض اصحاب هذه الفيديوهات ان هذه الكائنات انقرضت منذ سنوات طوال. بعد تحقق من المقاطع المنتشره تاكدنا انها حديثه وانها من ذات الولايه، لذلك سنعرض عليكم فيديو تشاهدون فيه هذه الكائنات. تبارك الله تبارك الله، الديناصورات خرجوا في الشاشاير. بقى خاصكم غير يا جوج وما جوج فينيكم الديناصورات.
زعما هاد الديناصورات كيفاش بقاو حتى لدابا عاد بانوا؟ اما عن سر استمرار بقائها لملايين السنين فلانه يمكنها ترك البيض بمفرده لعقود، وبمجرد ان يلمس البيض الماء يتم تنشيطها وتنشا دوره الحياه. لا ديال الديناصورات ذاك الزمان باضوا وهذاك البيض بقى متبيري ما نخسر ما فقس ما دار والو بقى هكاك حتى جات الفيضانات وسقاتو وهو يرجع للحياه. قولوا سبحان الله. ايوا وشكون اللي قرق على البيض؟ تطاح الجيه اولا الزهره؟ ها شكون فيهم اللي قرق على البيض حتى فقس؟ ولكن على اين انتم عندكم الديناصورات؟ ما بقيتوش راضيين بالفينك ديروا فرق الديناصورات وشدوا انتم داك الديناصور وديروه في التونو ديالكم بعدا تاريخي عندكم بوحدكم. وشوفوا المغاربه قلنا لكم ديروا عقلكم ما تبقاوش تدابزوا مع جيراننا هما داروا لكم الفيزا ما غتقدروش تمشيو تشوفوا هاد الديناصورات. قلنا لكم السفر عبر الزمن غتحرموا منه. قلت لنا كيف السفر عبر الزمن انتم عهد الديناصورات وراه خرج عند جيراننا وانتم بقاو تبرقوا في عينيكم تماك. طنطهم جيدو عبد المجيد كانوسا ما عارفينش البلان ديال كانوسا سمعوا على الزياره. هل الزياره زالت قائمه ام انها الغيت لفرنسا؟ Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Ou à France. Je n'irai pas à Canossa. Ou de Canora Khamia, les gars, les hommes, tantam, j'ai dû faire le live, les gars, c'est début de la semaine. وقال لهم كتا فرنسا ومع المغرب وداك الشيء ومغربيات الصحراء وبدا كيدق على فرنسا وكيقول لهم انا جي غي با كانوسا زعما ما غاديش نجي نهبط كويريه ليكم. فرنساويين عند بالكم سكتوا. حطاتو ليهم في السطل واللي جاي طل. قالت لهم اسي با بوجي اسمع هو نسمعو كاملين كيما كيقولوا هيا نسمعو كاع 60 ans nous sommes partis à 60 ans c'est beaucoup 60 ans c'est pas 6 ans c'est 60 ans et on retourne dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne donc si vous voulez le président algérien s'exprime comme il l'entend mais j'ai قال لهم اش درتو في هذه 60 عام راه 60 عام ممكن نديرو فيها شي حاجه حنا راه هذه 60 عام باش مشينا ما خبزتو ما فورتو والو نادا ريان دي تو الفراغ كيما خليناكم كيما باقي خليناكم زيد الحاج زيد كمل. Mais d'abord, le président Tebboune semble totalement ignorer l'histoire. D'abord, ce qu'il aurait dû, dire, c'est que la France a créé l'Algérie, qui n'était pas un pays, alors que le Maroc était un pays. C'était quelques barbares, quelques comptoirs de barbares qui allaient attaquer les bateaux marchands. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, dès 1812, ont dû faire une guerre contre ces barbares. Et donc, c'est la France qui a créé l'Algérie. Deuxièmement, la France a considérablement... Il y avait une civilisation et une population sur place. Deuxièmement... انت غلط ماشي غير طونطون جيدو كانوصا اللي ما قاريش التاريخ انت كري غلاتي ما قارينش التاريخ قارين شي تاريخ ما عادش فيه لقاو ديال دومير على دار اي دومير حنا غادي نهضروا عليه من بعد. قال لهم الشاشير ما كانتش كاينه اصلا حنا اللي درناها بينما المغرب لقيناه واجد كاين. وهادي راه امكم اللي قالت وشنو بغيتو تدو السخطه ديال امكم الوالده منين تقول شي حاجه كنسمعوا ليها كنحترموا الامهات. Bon, deuxièmement, il y avait une population sur place et elle avait un chef qui était battu par les armées françaises qui s'appelle Abdelkader. Bien, Abdelkader, il... L'émir Abeka. Il a dit que Abeka, qui est mort en France. Mais Abeka, accepté l'émir Abdelkader, il a accepté d'être grand croix de la légion donnée par Napoléon III et d'avoir une pension. Et quand il s'est installé à Damas, il a sauvé, en 1860, les... سميتو عبد الكادر عبيقة قال لك كان كياخد بونسيون من عند الشيكور ديالو نابليون 3 كان الشيكور ديالو كيصرف عليه كيعطيه بونسيون. في 1860 عبيقة اعتق لي كريتيان ديال سوريا هي وكان كيخدم المصالح نتاع فرنسا في سوريا. هي زيد المرضي Il y a une œuvre de construction en Algérie considérable faite par les Français. Les Français ont trouvé le pétrole, l'ont donné aux Algériens. Quel homme
هذاك المعمار اللي عندكم تما في الشاشاير، معمار على الطراز الفرنسي، حنا اللي درناه، البترول حنا اللي قلبناه ليه وعطيناه ليكم. ناري صراحة ما نرضاهاش ليكم، زمتكم في هادي. حصول ايوا يا المشاهدين، ماشي دومير بعد 50 سنة من الصراع على قضية الصحراء مغربية ماشي مغربية، استفتاء تقرير غير مصير، استقلال. بعد هاد المدة كاملة مشى ليهم دومير باش يقول ليهم ويعطيهم الوثائق اللي ما عند المغرب، ما عند الدولة الشاشيرية، ما عند سلطانستان وبن بطوش، ما عند اسبانيا، ما عند فرنسا، فرنسا ما عند حد، من عند دومير. شوف تاني هادي تبارك الله ما كتعرفها مع هالي هوك ولا مع هالي هوكيك، ها هي جات كان 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 دايره تدخل وهي سميتها الرئيسة بغات تنظم، تقول لها ايوا كتبرسطيني، وهي تقنعها الاخرى قالت لها فلاني انا هي الشيف ديال الجلسة. Could Madame arrêtez de perturber l'Assemblée, s'il vous plaît. I am the one who chairs the meeting. I kindly. C'est moi qui préside aux travaux. Il vous reste 36 secondes. Je vous donnerai la. هانتوما تجيو هنا اللايفات ما تبغيوش تسدوا المايك، تمشيو للبرامج كتبداو تقاطعوا ما كتسكتوش، تمشيو للأمم المتحدة كتقاطعوا ما كتسكتوش، أصلا شدوها هزوها وجروا عليها خرجوها ريفولي. دابا عجبك الحال؟ ومنين جيتي؟ راه خلاتها الممثله ديال المملكه المغربيه، قالت لك جيتي هضري على الشيكوره الشاشائريه اللي راهي في الحباسات، علاش غدوي على المراه المغربيه؟ فين عندك الالم؟ خليك في المراه الشيكوره. واحد لا جاب شي حاجه ليهم على البارنوس ديال جدو. قهوي اي قهوي. قال لهم بارنوس جدي الذي حارب واتمنى جيتكم بلباس تقليدي ولدته عن اجدادي الذين حرروا بلادي من الاحتلال كمتضامن مع الشعب الصحراوي، ليست للبيع فاتمنى أن تنال أن ينال إعجابكم. شكرا. يلا وحدة كي عند بالها جالسة ملابسة في البرمة في الحمام، واحد كي عند بالو راه في يوتيوب كيدير لنا الانترو ديالو ديال اليوتيوب، وهذا كي عند بالو راسو جاي للديفيلي جايب هذاك البرنوس داير بحال الخنشة وجاي لعندهم يعاود لهم الخريفة ديالو، هادو هما اللي دايين. زيدوا زيدوا راكم عاجبيننا كملوا بحال هكا. يلا هكري غلاتي خليت لكم الراحة، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.